تبدا من اليوم، لانه باش نتعلموها في وسط بعضنا احترام الاخر مهما كانت اختلافاته علينا، مهما كان الاختلاف نحترمه باش نبداو متفاهمين في الحاجه هذه. يعني انتم اللي موجودين اليوم ال 30 اللي موجودين واللي مازالوا باش ياخذوا، انتم النواه معناها الصلبه نتاع المشروع هذايا، ومطلوب جدا وانه باش نوليو ايكيب معناها بالحق. هذه الدوره الاولى، وعندنا دورات اخرى باش تتم في كل جهه من الجهات. انتم باش تكونوا مشرفين على الجهات نتاعكم. حاجتين عشقا في الدنيا، الافلام ولي فواياج. مش حاجة، انا نحب برشا السينما، نحب برشا الفن. حاجه اللي تجي قدامي نعملها، نعملها عندي برشا وقت فارغ. وتوهاني معك. عندي شويه تجارب في الصحافه، نكتب في موقع مراسلون. Je suis blogueur et formateur. J'ai réalisé un documentaire Les âmes brûlées avec prix Amnesty 2011. توا بطل. ليش معكم؟ لانه بشتغل على موضوع حقوق الانسان بالعموم، نخدم على توسكي بيرفورمانس ارتستيك. اذا كان المجتمع ما يتصالحش مع تاريخه، انه راهو كان ساكت على انتهاكات حقوق الانسان اذا كان ضحيه، او كان مساهم كجلاد في انتهاكات حقوق الانسان. كلمه المصالحه لازم ديما نفهموها على اساس انه راهي مصالحه المجتمع مع ذاته مع تاريخه. والآليات نتاع المصالحة عدة. لموا أوراقنا ولموا السارة وخليوهاش منظفة. نظافة معناها. أنا باش تدخل معاك. أنا جنب بيت الناس اللي هما معناها بون بتيتخ بور لوغ كاركتير اللي هما سون دون لوغ بول، معناها أنا إيسي بور نسكول نحيو شوية كال. شنو الغذاء؟ فوالا.